صور انا يعني زميلكم بيكلمني بيقول لي ارجع ايه هي صور احنا بنبقاش المشكله كلها عشان ال عشان العيان اعرف اسمها ايه هي المشكله كلها عشان الاسئله النظر اللي عليها يعني كل الصور اللي احنا حاطينها واضحه جدا يعني حاطين صور مثلا الهيد والنيك ساب مانديبلر ساب لينجوال ساب لينتال اسف الباروتيد اوكسيبيتال بري اوريكولار دي منطقه الهيد والنيك واضحه واضحه اللانج مثلا عارفين اللانج الباراتراكيال والبريتراكيال والبلمونري الجي اي تي حوالين الاستومك الانتستين اسمها الميزنتري اللي عايز اقوله انجوينال اكزيلري اللي عايز اقوله ان انا ما اقدرش هنا اراجع عامل لان انا ما اعرفش الصور اللي هتيجي شكلها ايه لكن هي صور واضحه ما فيش فيها مشكله ما حدش فيكم وما فيش امتحان قبل كده واحد طلع قال انا ما عرفتش الصوره دي تحجيش انما المشكله في ايه بقى في الاسئله اللي عليها يعني مثلا بقى اتكلم مثلا على احط لك الليمف نود اللي في الهيد والنيك لازم كلها تبقوا عارفينها وزي ما قلت قبل كده تبقوا عارفين كل ليمف نود 2 3 افرز يعني هي بتدرين مين وهي بتدرين في مين لازم ملهاش حل تاني المجموعه اللي عند الاورتك البري اورتك والبرا اورتك البري اورتك اللي هم السيلياك سوبيرو ميزنتريك انفيرو ميزنتريك السيلياك عرفوا لي مين اللي بيديه من الاستومك بتاع الفورجات سوبيرو ميزنتريك منطقه الانتستين وجزء من الكولون انفيرو ميزنتريك وهكذا الكومن الياك بترين الانترنال والاكسترنال مفيش فيها كلام انما الانترنال والاكسترنال مهمين جدا اللي هم في الحوض بيبقى صوره واضحه جايبين اورطه ومقسوم اثنين كومن الياك والكومن الياك مقسوم اكسترنال وانترنال وعاملين رسومات على الانترنال والاكسترنال يعني دي الليمف معايا ولا لا بس ببقى سائل انترنال بتبقوا عارفين بتكتبوا ان دي انترنال الليمف كل السبوتس بتاعكم بقى صح انما المشكله كلها فين؟ الاسئله اللي عليها الهيد والنك بيجي منها السرفايك السوركس بيجي منها الجزء اللي هو البري اورت البري تراكيال والبارا تراكيال والبرونكو بالمونري اللي هي اللي عند الهايلام بالذات اللي عند الهايلام اللي تحت التراكيه اللي هي اسمها تراكيو برونكيال دي الصوره دي بتيجي ما شفتوا صوره زي كده لللانج انفيرير شفتوها ولا لا اللي هوش دي انفيرير تراكيو برونكيال صورة كل التراكيه والتراكيه منقسمه الى اثنين وحواليهم لينف نود صوره للجت وصافي جاس ومعاه ستومك ومعاه دودنام ومعاه انتستين شايفين الصوره دي معاه ولا لا ايه صوره الجي اي تي وجايبين صوره لينف نود جنب الاستومك اللي هي السيلياك اللي هي السيلياك او اورطه ومرسوم قدامه سيلياك وسوبيرو ميزنتريك وانفيرو ميزنتريك اللور لمب بيجي انجوين الاكزيلا بتيجي واحد صوره هي صوره فيميل تبقى كده والاكزيلا موجود فيها لينف نود بس انت ما بتبقاش عارف ترتبهم انت لو كتبت اجزاء لينف نود ورتبتهم ايبيكال انتيرور بوستيرور انا عارف انك انت بس يمكن الاشاره مش واضحه لان في كتير بيطلع يختلف على حكايه الاكزيلري دي انا شايف الاروى دكتور كانت الصوره كانت باينه انها انتيرور احنا بنبعد عن القصه دي واحد كتب اكزيلري وكتبهم انتيرور بوستيرور وميديال ولاترال وايبيكال وسنتر مثلا يعني اوكي بيبقى في سؤال تاني عليه هي بتدرين مين لو انا عايز اللاترال بتلاقوني راسمها على الابر لمب واضحه راحه على الابر لمب هي المشكله لو انا حطيت اللي هو الانتيرور او البوستيرور بتبقى يعني معايا هي دي اللي تبقى مشكله وضحت ولا لسه؟ طب شلون؟ في السنترال ما انا بقول لك اهو اذا جبنا دي انت كتبت لي اكزيلا في نود لا مشيها. اذا كتبت لي ان هي اكزيلا في نود وبتدرين الابر لمب والبريست صح؟ وصلت ولا لا؟ ما هي بتدرين ايه؟ الاكزيلا اللي في نود بتدرين ايش؟ ابر لمب بريست ابر لمب والبريست صح راحت زكي وهو قاعد كده واحتار دي انتير ولا بوستير ولا ديمالي ولا لاترال كتب لي اكزيلا في نود وعنده شويه وقت قام مرتبه ايبيكال انتير بوستير ميديال ولاترال طب انا وقال ترين ايه؟ كتب هو كتب ابر ليمبو وبريست صح ولا غلط؟ صح هي بترين في مين؟ هي نفسها بترين في مين؟ سب كليف؟ صح ولا لا؟ اللي هو الافرنت بتاعها على سب كليف اللي عايز اقوله ان ما تقلقوش قوي من السبوتس بتاع الاناتومي في الهيم والاميون يعني ما فيش فيه مشكله خالص والله لكن المشكله هتيجي في الاسئله اللي على الصور
انما الصور جايه منين وشكلها ايه والكتب مختلفه وهتجيب من هنا ولا انا صور واضحه متفق عليها بغض النظر بقى متذكره من هاند اوت ولا من تكست بوك لكن واضحه. دكتور الاكزيلري انا مو مجبر اني اكتبهم كل ال... لا مجرد اكتب لو اكزيلري لانه ما في وقت الدكتور على ما اكتبهم بعدين اكتب انت اكتب اختصارات انت بوست متى اهم شيء انه يعني فاهم يعني ما على فكره في ناس كتير بالابريفيشن انا فاهم لو كتب انت بوت مت ما هي معروف انه انتيرو وستيرو من حملاته. اوكي المشكله في الثاني في السؤال اللي عليها افرنت وافرنت مفيش لين في نور ما ينفع تكتب ازاي ولا اسال ايه الهيمو الاميون ال الدرجه بتاعه العمل اللي في الاناتومي الوزن الوزن بتاعها قليل دكتور سيرابيوتيك باثولوجي خلينا الوزن النسبي بتاعهم في انا بتكلم على الهيم الانتوبولك اللي جاي عندكم ايش كارديو فاسكولار مصيبه الوزن النسبي فيه لدرجه الاناتومي عاليه الهارت اللي فيه والفيزلز بتاعه الهيد والنك والفيزلز بتاعه الابر والثوركس والابدومن واللور لم تقيله جنب الباثولوجي معايا ولا لا الوزن النسبي للدرجه يعني انما هنا مش عايز كنت تقلقوا قوي من موضوع الاناتومي يعني خالص دكتور الافرنت بتاع السيرفايكل الافرنت ولا الافرنت ده كل واحده معروف لازم يعني مثلا السبمنت دي مشهوره دايما نجيبها دي ودي مثلا السبمنت والسبمنت دي لو كتبت لك السبمنت تكتب ايه؟ كل شيء ما بين التيب اوف ذا تانك وال والسكين اوف يعني لو انت كتبت اللور ليب اللور جام ها؟ اللور انسيزرز اللور تيس واحد ما قدرش يكتب الانسيزرز يعني هكتبها غلط؟ يعني هو المطلوب رصتهم كلهم ولا؟ ابدا ببقى طالب انا اثنين او ثلاثة لا ما في السبوتس بطلب اثنين او ثلاثة افرنت او افرنت الافرنت بيبقى حاجة واحدة يعني طبعا لازم ديب الصوت من ديب الارك ديب لا الصاب مانديبرا بالدرين مين هنا؟ اللي هي الانتيرو يا عم لو واحد كتب لي الفيس الفيس واللبس والليد وسكال ولا انتيرو وورك بس السكال دي هتدخلك في 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 في, في حسبه ايه صح؟ الانتيرو ولا سكال ولا بصيرو بذا سكال مش عايز اخششك في دي غير لما يجي واحد صوره سرفايف سكال من ورا وحاطط لين في نود هاني باينه سكال وحاطط لين في نود هاني ايوه اكتب بقى انت بتقول ده اكتب سكال وضحت ولا لا انما الصاب مانديبولا بقول لكم لو واحد كتب فيس فيس نوز ليب ليد صح فيها مشكله دي بالله عليكم فيها مشكله لا طبعا صحيح في حاجات هتبقوا لازم تحفظوها زي المجموعه اللي حوالين الاورطه البرا اورتك والبري اورتك عشان ما تدخلوش دي في دي الانترنال الياك والسوبرفيشال انجواينال والديب انجواينال اللي هو المحاضره بتاعتك فاكرين الاكسترنال والانترنال وكانت محاضره 3 4 صفحات يعني خشوا غير صعبه دي ما انتوا لقيتنا وليه كده شوفوا بقى الاسبلين الاسبلين يا يجي سوفت كاديفيريك زي ده كده يا اما واحد بلاستينيت لكن صوره ما لا بس منين هجيبه اهو موجود اهو لما الانفنود هجيبه لك من وين اوكي لو جه لا انا بالنسبه للي بيدرسوا الاناتومي كله كنا واحنا داخلين بيبقى محتارين هي ده اسبلين ولا كدني بنحتار فيهم يعني انما انت داخل في بلوك هيمو اميون هجيب لك كدني شفت حاجه شفت غير ده النهارده ولا في البلوك ده كله اسبلين انما المهم بقى في الامبريشنز اللي بتيجي على السبلين السبلين فيه تو سيرفيسز زي ما انتم شايفين واحد اللي هو الخارجي ده وده سموث واحد في الداخل اللي هو عنده الهايلم اللي هي داخله فيه الفيزلز وفيه مناطق ديبريسد اريا نتيجه ان لها علاقه بالاورجنز اللي في القبل فضحت المفروض انه عليكم تعرفوا بقى لما بجيب ده بحطه كده بقول لك ايدنتيفاي ذا ستراكشر ليفت سبلين فانت بتكتب سبلين صح ولا في سؤال عليه بيبقى دايما يقول لك ايه سيرفيس اناتومي كتير بنجيبه هتكتب الريبس 9 10 11 9 10 11 لونج اكسس 10 صعبه دي تكتبوها سواء في ده او في الموديفايد يعني ايه في الموديفايد اذا
ساعات اجيب بروبلم وتبقى البروبلم فيها هيماتوميجالي وسبلونوميجالي واقول لك الاورجان اللي في الشمال اللي حصل فيه انلارجمنت اذكر لي السيرفيس اناتومي بتاعه اذكر لي لو كان بوردرز هو لو كان بوردر الاسبلين ها نيم بو مين هما تير ولا مستير لاترال ميديا بوردرز بوردر لا سبلين لو كان بوردر اثنين ولو كان انت اثنين انا ساعات بقول ان هو له ثلاثة بوردرز بمعنى هو له اثنين بوردر واحد ابر وواحد لور الابر بوردر دايما فيه بيبقى نوتشي يعني البوردر مش ماشي كده على استقامته سيدة ماشي كده ونازل وانا طالع وانا طالع ونازل النازلة دي لان الاسبلين ده كان عبارة عن مالتيبل اسبلينيولز يعني عدد من الاسبلينات كلها كانت شكل الكورة كده سفير فلحموا مع بعض في منطقة اللحام بين الكور دي بقت ايش فمن كلامه هذا فبقت فيقول لك الابر بوردر حقه بيبقى ايه نوت شيد شايفين البوردر ده كير سمول شايفينه مفيش حاجة نوت شيد فيه يبقى ده يتحط كده ولا المفروض يبقى تحت هو شمال ولا يمين شمال بحطه كده في سطح ناعم في سطح ناعم اهو معايا شايفين السطح الناعم ده أيوة. وفي سطح اهو سطح مليان ديبريسد ارياس مش كده ولا لا حطه على راحه يد الشمال ولا احطه على اليمين الشمال احطه على الشمال احطه بالسطح الناعم على راحه يد اليسار كده وصلت وصلت ولا لسه فيها مشكله احطه كده احطه كده احطه كده هو محطوط عليه شال اليسار او ما فيش مشكله عايز احطه بطريقه ان الابر بوردر الابر بوردر بتاعه هو اتحط كده على يد اهو وعلى استقامه يد دي اهي صح كده انا غلطان احطه كده ولا اعكسه يعني خليه الفه كده على فوق ايه عشان يصير نوتش ولا خليه كده لا كده برضو لا لان بقى في حاجه زي البوينت اهي ده اند دي اذا لما احطه في الوضع ده يبقى له ابر بوردر الاصبع الابهام بينزل عليه ده ولا بد ان انظر ليه كده لما ابص له اهو نوتش ده اهو يبقى محطوط صح وصلت ولا لسه والصباع الصغير بتاعي ده يبقى شايل البوردر الناعم اللي مفيش فيه نوتشات اللي على استقامته حطيته كده هو بتحط في جسم ازاي اهو شايف على استقامته هو قلبت على وضعه اهو المفروض ان هو يخش كده عشان يروح في المكان ده صح ولا لا شبه كده ده مكانه مش هنا لانه تحت الضلوع هنا 9 و10 و11 هنا فاهمين كلامه ولا لا ايوه في الخلف كده هو في الخلف واضح كلامي اسحبه بقى بصوا كده لما سحبته انت لما دخلته كده دخلته كده اهو اهو ده اللي انا بقول لكم عليه انا بسميه بوردر مش اند دي يبقى الاسبلين لو كان بوردر واحد ابر بوردر لور بوردر انتيريور بوردر مع ان في كل الكتب شارحين انتيريور اند النهايه الاماميه البوستير اند يقولوا على انتيريور اند برود وتصل الى ان توصف ببوردر على ان توصف بانت بس عشان ما لخبطكمش هو لو ابر بوردر ولور بوردر ابر بوردر نوتشد لور بوردر سموث راوندد طب حطيته على راحه يدك السطح اللي انت حطه على راحه يدك اسمه دايفراجماتيك سيرفيس ريليتد للدايفرام بيسيبريت السبلين عن الليفت لانج ليفت بلور يعني عايز اقول الاسبلين بتاعنا فوقيه مباشرة الديافرام الذي يفصله عن اللنج والبلورة الناحية ده اسمه الديافراجماتيك سيرفيس وهو نايم على ثلاث اصابع كده بالظبط الثلاث اصابع دول يمثلوا مين التاسع والعاشر والحداشر ثم الديافرام ثم فوق اللنج والبلورة السطح ده اللي هو الديافراجماتيك سيرفيس ريليتد للريكس وريليتد للديافرام ريليتد للليفت لنج للليفت بلورة طيب السطح بقى الداخلي ده بيبص كده ناحيه الابدومن عنده فيسموه اللي اللي له علاقه بالاورجان بتاعه الابدومن فيسرال سيرفيس الذي له علاقه بالفيسرا مين هي بقى الفيسرا في دبريز اللي هي عامله
بصمات فيه، هو سوفت فالأورجان ثابت فيه بصمة. بصمة لما ناخد الاسبرين بعد الإنسان ما بيموت بنلاقي فيه أماكن اللي الأورجان ثابت فيه بصماتها. يا ترى عشان أعرفها، أعرفها بقى إزاي؟ إحنا حطينا الأورجان كده، الإبهام بتاعي اللي هو مكان عند الأنتير أبر بوردر، هنزل بالإبهام بتاعي هيناقي، شايفين دخل في ديبريسد إيريا معايا ولا لا؟ فوق المدخل بوابته، البوابة اللي هي فيها الفيزلز اللي داخلة فيه، ده اسمه الهاي، ده مين؟ لو جاه وحطيت لك علامة على الهايلم مباشرة، يعني في المنطقة اللي داخل فيها الفيزلز دي في نصه كده بالظبط، وشفت العلامة لا فوق ولا تحت ولا أمامي، في النص في وسط الفيزلز في وسط الحاجات اللي داخلة وخارجة فيه، تكتب لي هايلم اوف ذا سبلين، هقول لك ريليتد لمين؟ هتقول لي تيل اوف بنكرياس سبلينيك فيزلز لاينورينا ليجمنت، بلاش الأخير عشان ده جي اي تي، تيل اوف بنكرياس بنكرياتيك فيزلز. نعم سبلينيك فيزلز ده السبلين، والبنكرياس التيل بتاعه واصل لعند مين؟ الهاي. ده ما بجيبوش، واذا جبته يبقى سهل قوي. يعني انت حطيت اصبعك هنا وقلت لي الابهام نام في ديبريسد اريا، ديبريسد اريا اللي فوق دي اللي قريبه للابهام اسمها جاستريك اريا فور باك اوف ذا ستومك، بالنسبه لكم جاستريك اريا ستومك يعني معايا. الابهام الليتل فينجر بتاعه قلت لكم كان قريب لمين؟ للور بوردر. لو طلعته شويه هيخش على ديبريسد اريا، شايفينها ولا لا؟ اللي تحت الهايله مباشره. اذا كانت من فوق جاستريك دي كدني وسوبرارينا، ليفت كدني ليفت سوبرارينا. يتبقى عندي حاجه ناحيه الانتيرور بوردر امامي هنا خالص اهو، كوليك تاني ستومك كدني ليفت كدني، ده ليفت كدني ليفت سوبرارينا، وجنب الانتيرور بوردر هنا مين؟ وعند الهايلم من السبلينيك فيزلز. نشيل ده واجيب واحد تاني اهو، احطه كيف؟ احطه كده الشمال، احطه على اليسار، احطه على اليسار كيف؟ النوتش تصير على فوق، فين احطه؟ فين النوتش؟ النوتش تصير فوق، نقله ما في خلاص، ما فيش طز المشكله. اقوم باصص له كده وادور على اكتر حته فيه ديبريست سم اللي هي تبع الكرش معايا، ادور عليها يا فين دي؟ فين يا سبلين اكتر مكان فيك في بصمه؟ فوق كنت مع الفلك ولا مع الجاز؟ المهم شوفوا هاري بس اعرفوا مكانها فين. فوق الباقيه شايفين مكانها؟ والله يمكن هي اللي فوق، مش يمكن هي ده، هي بتقول والله بالله طلاه دي الاكثر ديبريسد اللي هي اللي فوق. طالما هي اللي فوق وهي اللي كان، يعني عرفتها بحاجتين، يا اما الاقي البوردر نوتشد يدور على مين؟ مكان كبير شويه. اذا المكان اللي باينه فيه الفيزلز اللي طالعه دي اهو، ده اللي بنسميه ايه؟ اهو ارجع بقى تاني حطه على ايدك اهو، بلاش دي، بص لها على السبلين، مش كان في نهايتين؟ مش انت حطيته على يدك كده؟ ينفع احطه كده؟ لا في حاجه في الدنيا كده؟ يبقى انت حطيته كده ليه؟ عشان انت شايف له اند شكلها تابرنج، شكلها تابرنج شويه، حطه بحيث ان الاند دي تبقى ناحيه الابر ليمب بتاعك، مش هتخش كده؟ يبقى مستيريو، ينفع اعمله كده؟ وصلت ولا لسه؟ فلما اجي هنا نحط القاعده بتاعتنا بقى، اصبعي هنا هينزل على مين؟ على الجاس اللي تحت دي مين؟ رينا اللي قدام دي مين؟ اللي باجي في الامتحان بحطه قدامكم كده، جايب دبوس واحطه هنا او هنا او هنا او هنا. قربوا عشان بس تشوفوه كلكم. جرب كده يا ابني شوف السطح ده اللي هو دايفراجماتيك سيرفيس، احطه على راحه يدي اليسار كده، الايمه كده، الاقي له اثنين اند، الاند اللي هتلاقيها تابرنج دي البوستيري ودي الانتيري،
دي الديبريس دي اللي هيخش فيها الابهام دي الجاستريك. اللي تحت الهايلاند ده اسمه الهايلاند ده. اللي تحت دي رينا. المنطقة الأمامية طالما في المكان ده يبقى كوليك. وصلت؟ لو حطيت العلامة بتاعتي في النصف هنا بالظبط بين الديبريسات دي كلها يبقى اسمها الهايلاند. وضحت عندك؟ هيفهموها كده؟ إن شاء الله. ممكن ده كله ما يجيش يجي ده. ده بلاستينيت مش كده؟ طب بقول القاعدة بقى مع ان ده مش باين له اي حاجة بطاقة طرف ما فيش فيه حاجة الانتبريس ديري ولا بتاع بس برضو بصوا له على الكيس الفاطن فيه كلها يبص عليه النهاية بصوا له على البوردرات الاول انا هوريكم كل البوردرات واختاروا له بوردر يكون فيه اي نوتش هذا بوردر مش بوردر انا مش بوردر وفي بوردر اهو اللي قبل هو اللي فيه اللي قطن صح ولا لا والمنطقة اللي في النصف دي اللي هي فيها الفيزلز دي اللي هي اسمها الهايل طب بلاش دي بصوا لي على الانداد بتاعته حلو الانداد دي فين الانداد مين فيهم يمشي بوستيرير اند على اليمين طيب يبقى امسكه كده احطه كيف على يدي العكس العكس احطه كده لا ولا احطه كده ايوه يمنى واحد بقى ايه اعمى ما هو شايف لا نوتش ولا مش نوتش بس ما انتش اعمى اللي انت شايف ان ده زي الخنجر اهو مين كلام ولا لا حطيته هنا طبق لي بقى القاعدة مع انك هتبص هنا تقول اه كده غلط يمين كده غلط ايه غلط مش كده مع ان النوتش اهو مش كده ولا لا اشغل مخي بقى ولا ما اشغلش مخي ولا الغيه الغيه طب بصوا بصوا لي كويس المنطقه دي زي ما احنا شايفين واحد هيقول على حسب الكلام اللي قاله الدكتور عبد الرحمن دي اكبر واحده اللي المنطقه دي في حته نازله اهي وحته اهي يعني دي عاليه شويه فاهمين الكلام ولا لا على حسب اللي انا كنت بقوله يبقى دي مين جسد يبقى المفروض اعملها كده ها بقيت غبي على طول ليه عكس لان الاند الاند دي بس ما تنفعش كده وضحت بس الصح بتاعه كده ليه بقى ليه كل حاجه لها سبب الاسبلين ده دخل في مكان وشدوا فلويد وحطوا فلويد ونشفوه وجففوه وضغطوا عليه بحاجات فمعالمه بتتغير عن الطبيعي ده وضحت تتغير طبيعته فبصوا بقى معايا شايفين المنطقه اللي انتوا شايفينها تابرنج دي في الحقيقة كانت المنطقة دي متصلة كده مع بعض يعني كانت جاية كده معايا ولا لا؟ اما انضغط عليه دي دخلت لجوه ادتك احساس ان ده الاند هو ده مش الاند الله يبقى نرجع بقى للقصة الاولانية المكان اللي هتلاقي ديبريسد اريا كبيرة هي اللي تبقى لفوق ما شغلش مخ الا في الحتة دي انما على الاندات على الاندات على الاندات معايا ولا لا؟ على فكرة الابر بوردر نوتش ده اهو نوتش ده اهو فاهمني ولا لا؟ انا ما غلطتش اهو هو فوق لو عملته كده بقى النوتش بوردر بقى تحت بس بقت في قضية واشكالية تانية الانداد وصلت ولا لسه؟ طيب اما يجي لي حاجة زي كده الغي مخي في حكاية الانداد وابص على مين؟ على حاجتين بوردر مقطوع بسكينة وديبريسد اريا كبيرة عميقة شوية كبيرة طب بقى القاعدة نوتشد ولا مش نوتشد البوردر ده؟ ده نوتش ولا مش نوتش؟ نوتش ده فيه نوتش؟ لا الاريا الديبريسد دي اكبر ولا دي ولا دي؟ لا ما تجاملنيش مش شايف كويس انا النور عالي ازاي مش شايف وانت كل الدنيا عندك؟ لا مش دي الحكايه انت بتشوف حاجه تانية وده حاجه تانية انا افتكرت ان نوري انا اللي مغطى على الكهرباء عندك خد بص يبقى دي اللي هنسميها ايه؟ جاستك دي اماميه دي تحت دي رينا اهي اهي ويبقى دي ايه؟ كوليك من بعيد اهو طالما وصلت للقاعده بتاعتنا ده الابر بوردر نوتشد انسى بقى من قدامي خالص حاجات الانداد دي الغي مخه بقى شويه هنا بقى يبقى دي جاستريك اللي تحتها على طول طالما جاستريك فوق وده الهايلان في النص اهو يبقى دي مين؟ رينا طالما قدام في اي مكان هنا اي حاجه قدام هنا واحد يقول لي طب انا اتلخبط بين هنا وهنا هنا
هتلاقي نفسك قريب من الانتير بوردر اهو او الاند، انما هنا انت فاهم وحاط السبلين هو عندك كده صحيح، لكن انت مسكته في ايدك وعارف ان ده اوبر بوردر وده لوور بوردر، وانا حاطط ايدي عند حاجه جنب اللوور بوردر مش قدام هنا. ممكن يجي ده؟ ها؟ لو قربتوا منه هتلاقوه اتعجن في بعض، يعني هو كان حاجه سوفت وبرضه لما بقى دراي نشف، وهو بينشف وهما بينشفوه صغر ومعالمه اتغير. بصوا لي كده احطه كده. انا اسال انا بقى، هنبص على الاندات لا لا ولا هتلخبطني؟ خلاص، لان الاندات اللي هي بتبقى ايه تبرنج شويه بتبقى غير الاسبلين. الاسبلين بيبقى محمل لحم، لحم دي يعني دم زي الليفر كده، في نصه بيبقى كبير كده متنخ، انما لما تيجي عند نهايته تلاقي اطراف الليفر وانت بتحضره ممكن يجي كده تيجي كده، انما الكتله بتاعته صعب انك تلعب فيه. فهو له كتله ايه محترم. طيب ابص على الاندات؟ لا مش هبص على الاندات، اطبق ايه الحته الاعمق من عندكم مش هتشوفه، لكن اللي يمكن قريب مني ادي حته دي بريست وادي دي بريست، ادي دي بريست وادي دي بريست. سيبكم الثاني بس، دي دي بريست ودي دي بريست، دي دي بريست ودي دي بريست. نشوف دكتور بس دي دي بريست اريا ودي دي بريست اريا، مين فيهم تحس وهي بس الدبريست اريا بتاعته كبيره وعاليه؟ الدبريست اريا عاليه، يبقى على طول احط ده. ولو انت قربت بقى منه طالما عرفت ان ده فوق هتلاقي الابر بوردر بتاعه ايش؟ يبقى في السبلينات اللي هي بنسميها بلاستينيتد. ابص على مين؟ على حاجتين، الدبريست الكبير والنوتش. اما لو جه ده هتبص على البوردر النوتش عادي وبرده الدبريست اريا، ولكن هيجي معاك مظبوط. اجي تحط ده ولا احط دي؟ ده احطه كيف ده؟ ده كده كده ولا كده؟ ده ما انا شايف له بوردر نوتشد واضح. او ابص على مين؟ وصلت ولا لسه؟ وصلت. شفتوا الاسبلين؟ ان شاء الله. في مشكله فيه؟ لا كل ايش؟ ليه فصلت؟ مين؟ ليش شلوه يعني؟ ايش هذا؟ زمان بقول لكم كنا نجيبه بس خلاص البلوكات غيرت. فكتير جدا يقول لك دي الكدني وده اليوريتر. صح ولا انا غلطان؟ اه والله كدني وقد الكدني بالظبط. ها؟ بس اللون ايوه الشكل ايوه الكدني عمرها الكدني ما فيش فيها بورد، ما فيش هي الكدني على بعضها عارف واخده هوموجينيسيتي في شكل الكيرفيتشر بتاعها، يعني من قدام ليها كيرفيتشر كده كونفكس وكونفكس من ورا وعلى الجنبين، ولها ايه ليها بصوا بوردر بيبقى في الهايلاند، يعني اللي هو الميديال بوردر اللي هو طالع من عنده اليورتر تحس بوردر والتاني بوردر، ولها سيرفيسين فماشي. انما كنا دايما نقول ايه نحط لهم الصغير ده عشان تقريبا يمكن ربع الناس يكتبوا كدني وده يورتر وده بقى يكتب الريليشن بتاعت الكدني، يعني كل الاستيشن. انما احنا بالنسبه لنا الحمد لله احنا ما عندناش كدني، احنا عندنا سبلين. طيب ده بقى لما تشوفوه ايش الحاجات دي؟ ايش هذه؟ دي السبلينك فيزلز اهي، ده الارتري وده الفينات اللي طالعه منه. طيب يبقى ده الهايلاند. انا عايز بس اوريه لكم عشان اقول لكم المكان اللي داخل فيه الاستراكشرز. لو انا قصيتها من هنا زي ما انتم شفتوا قبل كده بعدين منطقه مين؟ طيب بصوا لي كده على السبلين ده، فين الدبريس داريا الكبيره والصغيره؟ لفت. على وضع جسم انا الناحيه دي ولا الناحيه دي؟ يمين. يعني يمين هنا؟ ايوه يمين هنا؟ ولا هنا؟ لا يمين. برافو عليك. فانا بصيت كده. حاجه ثانيه، ما انا قادر برضو واحد يقول لي ايه انا شايف دي اكبر. انا قلت بصوا على طول على دي ايه؟ اختلفت في حكايه اكبر واصغر. شوف اللي انت قلت عليه اكبر جنبه بوردر نوتشد ولا لا؟ انت قلت على ده الاكبر. ماشي. بص على البوردر اللي جنبه. بص عليه. مش انت قلت على ده الاكبر؟ انت قلت كده. بص على البوردر. قلت على ده الاصغر؟ بص على البوردر. لو لقيت البوردر اللي فوق الاصغر بتاعك نوتشد يبقى هو ده الكبير. بس برضو اثناء التحضير ايش؟ كلكم قبل ما تمشوا شوفوا الثلاثه دول. دكتور بعد اذنك وش الاسئله غير ال مفيش غير الدبريشن؟
طيب ايوه ما فيش خلاص تفضل قولهم ما فيش مكتوب تام سيرفيس اناتومي لهذا الاورجان اللي محطوط الديبريسد اريا والديبريسد اريا اللي بتيجي اللي بنحط فيها الات هايلا جاستريك اريا رينال اريا كوليك اريا معايا سؤال تاني لوكام انت لوكام بورد مين البوردر النوتش واذكر البوردر النوتش مفهوم كلام ولا مين اتنين بوردر اتنين انت معايا ما حدش يقول ثلاثة بوردر انا بقول ثلاثة بوردر بس ما حدش يسمع كلامي انا غلطان انا ما بفهمش هم اتنين بوردر ابر ولو واتنين انت انتيرو وستيرو معايا ترلنتين يسمى بورد انا بسميه بوردر بس مالكش دعوه باللي انا بسميه انا بدل ما اوديك في داهيه خليك انت في الكتب بتقوله المحترم اي بس اقولك يسمونه ترى برود مثل ما قلت اه برود وبوردر عشان كده بقول لك انا بوصفه عندي في شغلي بوردر معايا انما بالنسبه لكم انتوا عشان يبقى الناس كلها بتصحح وعارفين ابر اند ابر بوردر ولور بوردر انتيرور اند وبوستيرور اند سهله ولا صعبه في حد عنده اي سؤال تاني في السبلين شكرا لك دكتور اللهم قدر الله خير اللهم فاشهد محدش يطلع من هنا اللي ورا واللي قدام ومعاكم الاخ ريان ما هم عند احنا شغل انا ترفع عن الطاوله زين تعرف هذا هو شكله هذا فيش اول شيء تشوف بالنسبه اذا كان عن صوتك شوي اذا كان طري زي كذا شوف البورد هذا بورد مرسم كثير نشوف الديبريشن عندي هل هنا اكبر ولا هنا اكبر ما اقدر احدد اشوف النوتش طبعا هذا قط بس في النوتش فوق هنا جاي سموث شباب شوية بس هنا في ناتش هنا أغلب إنه الأفر بوردر طبعا زي ما قلنا عندنا سموث سيرفس وراف يعني هذا يكون دائما الأوتر أو اللاترال خلاص إذن زي ما قلنا عندنا شيء عشان أحدد هل هو فوق ولا تحت الأفر ديبريشن يكون الأعلى دائما اللي هو الجاسك ديبريشن والناتش تكون دائما فوق زي ما واضح الديبريشن هنا إلى حد ما أكبر من هنا أو نفسه والنوتش واضحة فوق من تحت هذا بالنسبة للي وش اللي فوق وش اللي تحت بالنسبة وش اللي قدام وش اللي ورا يحدد إذا حددت السموث هل هو قدام السموث خلوا دائما برا يتحدد لك خل السموث برا سيرف سموث برا سموث برا والبوردر الناتش فوق يطلع لي شكله كذا هذا اللي انتيريو بوردر بوستيريو بوردر هذا الميديال سيرفيس لاترال سيرفيس هذا الهايلم الاماكن الموجوده في هنا في الجاستك ديبريشن هنا الرينال ديبريشن او السوبر رينال ديبريشن وقدام نفس الرينال قدام في اللي هو الكورك ديبريشن في نفس منطقه الهايلم في نفس منطقه الهايلم عند المنطقه هذه هذا ال هنا البنكرياس تغيير التيرف البنكرياس along with الكوليك مين مالكم اوكي شوف اللي بعده هنا نفس الكلام ليش الشكل هذا الرينه شيل اللي ورا خل بس عشان نقارن اول شيء نشوف الديبريشن هنا ديبريشن هذا كله ديبريشن هذا ديبريشن الاغلب هذا هو الاكبر هذا خليه فوق هذا الفايل عندي طبعا مقطوع من عندي هنا سبلين ما راح اقدر اخذ الانت وبس فهذا الجاستريك ديبريشن هذا من تحت وراء هذا الكوليك ديبريشن من قدام سوري من وراء الرينال ديبريشن ومن قدام الكوليك ديبريشن الهايلم في البنكرياس هذا الميديا سيرفيس لاتر سيرفيس اللي هو الدايفراجماتيك سيرفيس وبس يعني سموث طبعا بس الريبس الاسوشيتد هنا عند الريبس 9 و10 و11 اللي ماشي مع الاكسس حقه اللي ماشي مع الاكسس حقه اللي هو 10 وصلت بنكرياس احمد يلا بعيبه شين ذا احمد بو اللي فوق ما معي شيء بو صار شو عندك يشتغلون شباب
بالنسبة للبلاستينيتد صعب تحدد ديبريشن، ولكن لحد ما واضح هذا كله ديبريشن اللي هو فوق الهايلم، هذا تحت ديبريشن. واضح ان هذه المنطقة تكرر من المنطقة هذه. غير كذا لو باخذ ساين ثاني بشوفه، اشوف اللي تحت سموث واللي فوق في نوتش، وين كانت واحدة بس البلاستينيتد غالبا راح تكون شين لانه مع الضغط. نعيد هذا الأبر ديبريشن في الجاسريك اللي هو يسمى الجاسريك ديبريشن، هذا اللور قسم نصين ثلثين ثلث اللي وراء للرينال ثلث اللي قدام الكوليك، هذا الهايلم وانتيريور بوردر وسيريور بوردر، هذا سموث سيرفيس وهذا الرف ميديال سيرفيس. هنا لا بقي قبل واحد شباب اي شوي شو معنا عمره شوي عشان هذا مو واضحين معالم، ولكن ناخذ على شكل الديبريشنز. هنا ديبريشن وهنا ديبريشن. النوتش وين؟ النوتش الاغلب انه هنا. شو اللي تحت؟ هذا 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 النوتش. اذا هذا ديبريشن لور ديبريشن رينال ديبريشن. شباب شباب هذا وين الابر؟ هذا 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 المهم خلاص هذا الهايلم وانتيريور بوردر انتيريور بوردر. رجع ورا شوي بس هذا احمد رجعوا هذا النوتشات هذا كيف مستحيل هذا اللاعب الاسطوري قال لك صور خلاص شوف لي بس هذا الشيء بيطلع منه نفس الكلام اللي عندي تو ديبريشن ناخذ الاكبر. شفنا مثلا ناخذ من هذا الاكبر، ولكن نشوف النوتش النوتش هنا. اذا هذا الابر سيرفيس هذا الابر بوردر هذا اللور اذا بالشكل راح يكون طبعا زي ما قلنا ليفت، وهذا سموث لاترال اذا هذا الانتيريور اند والسيرور اند. الابر ديبريشن او المعروف الجاسك ديبريشن اللي تحت مقسم ثلثين ثلث، هذا الرينال ديبريشن الكوليك ديبريشن الهايلم اللي فيها الفيسلز، هذا سبلينك ارتريز وفي طال طبعا سبلينك فينز. هو بس يعطيك العافيه.